أكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا عزمه المشاركة في الجهود الألمانية والأمريكية لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي صاروخي متطورة من طراز باتريوت، منددا بالقصف الروسي الذي استهدف مبنى سكنيا في دينابرو. وقال رئيس الوزراء الهولندي للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقاء في البيت الأبيض إن بلاده لديها النية للانضمام إلى ما تقوم به واشنطن مع برلين في مشروع نظام الدفاع الجوي باتريوت.